تعالى اقول لك ازاي لو انت عايز تشتري نسخه ويندوز اصليه بسيريال اصلي مدى الحياه. كل عليك هتخش على الرابط اللي في صندوق الوصف على متجر سيديكي اوفر. زي ما انت شايف نسخه ويندوز 10 سعرها 22 دولار. كل عليك بعد ما بتنشئ حساب على الموقع بتختار النسخه وتضغط هنا على كلمه باي ناو. بعد كده هتلاقي لك كوبون خصم بيعمل 25% خصم على سعر النسخه. مجرد ما تضيفه وتضغط هنا على ابلاي سعر النسخه هيتحول ل 16 دولار. اما لو انت عايز تشتري مفتاح اصلي لويندوز 11 زي ما انت شايف سعره 30 دولار. مجرد بس ما تضغط هنا على باي ناو ونفس الكوبون برده بتضيفه 25% خصم وتضغط هنا على ابلاي بتحول سعرها ل 23 دولار. اما لو بتحب المكتبية زي اوفيس 2019 فزي ما انت شايف سعره 63 دولار. مجرد ما بتضغط على باي ناو تقدر تضيف كوبون الخصم زي ما انت شايف وتضغط هنا على ابلاي سعره بيتحول من 63 دولار ل 47 دولار. كل عليك بعد ما تختار السيريال اللي انت عايزه بتضغط هنا على سبميت اوردر. وبالنسبه لوسائل الدفع اللي موجوده على الموقع فالموقع فيه اكتر من وسيله زي البايبل والفيزا وباي. تقدر انك تدفع باي وسيله انت عايزها بكل سهوله. وبتقدر بعد كده بتحصل على سيريال بيفعل لك بيه نسخه الويندوز مدى الحياه. مجرد ما بتضيفه وتضغط على اكتف وزي ما انت شايف بتلاقي النسخه بعد كده متفعله عندك مدى الحياه حتى لو عملت فورمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بكم. حلقه النهارده بدنا نشوف مع بعض ازاي انك تحذف البرامج والالعاب اللي موجوده عندك على الجهاز من جذورها. كتير جدا مننا مثلا بعد ما بيثبت العاب او بيثبت برامج بيحتاج ان هو يحذفها بعد كده لان شايف ان هو مش محتاج اللعبه او البرنامج دي مره ثانيه. لكن لو انت حذفت بالطريقه العاديه اللي من كنترول بانل انك انت بتخش على وحده التحكم وتعمل ازاله للبرنامج للاسف بيسيب لك بعض الاسرار المتبقيه من الملفات بتاخد مساحه وكمان بتتقل معاك الجهاز. النهارده بدنا نشوف مع بعض ازاي بقى انت لو ثبتت لعبه او برنامج حبيت تحذفهم من جذورهم ازاي تحذفهم بطريقه صحيحه من خلال اداه جميله جدا بتحذف لك البرامج والالعاب من جذورها من عندك وما بتسيبش اي ملفات متبقيه ليها. فتعالى مره نروح لصفحه المكتب ونشوف ازاي الطريقه الصحيحه في حذف البرامج والالعاب اللي عندنا على جهاز الكمبيوتر من جذورها. يلا زي ما انت شايف اول ما بتسطب البرنامج عندك على جهاز الكمبيوتر بيبدا يظهر لك بالشكل ده. بيكون موجود فيه جميع البرامج والالعاب وكل حاجه انت مثبتها عندك على الجهاز. الجميل في البرنامج انك انت تقدر تعمل بيه ازاله لاي برنامج او لعبه من جذورها وينظفها لك تنظيف عميق. يعني عليكن على سبيل المثال لو انت مثلا في برنامج او لعبه مش عايزها كل عليك بس انك انت بتقف عليها بالشكل ده بتبدا انك انت تعلمها. ممكن طبعا تعلم اكتر من حاجه وليكن مثلا انت عايز تعلم مثلا برنامجين بالشكل ده او لعبتين او اي حاجه انت عايزها. بعد كده بتضغط هنا على ازاله وزي ما انت شايف بيبدا يظهرهم لك ويقول لك الحجم بتاعهم وكل حاجه. كل عليك بتاكد هنا الازاله ويبدا دلوقتي زي ما انت شايف بيعمل لك عمليه ازاله كامله ليهم من على الجهاز عندك. الجميل ان هو بيحذف لك البرنامج او اللعبه من جذورها يعني ما بتلاقيش ليها اي اثار متبقيه وما بيسيبش ليك ملفات متبقيه بعكس مثلا الطريقه المعتاده من خلال الكنترول بانل لما بنيجي نحذف لعبه او برنامج بيتبقى ليها اثار عندنا على جهاز الكمبيوتر. هنا قال لي كومبليت خلاص وشال لي البرنامجين. تقدر انك انت زي ما انت شايف تستخدم البرنامج في النافذه الصغيره او حتى تكبر النافذه بتاعته زي ما انت شايف. كمان لما بتعمل هنا تحديث خلاص بيحدث لك قائمه البرامج والالعاب اللي عندك عشان تشوف المتبقي عندك ايه. كمان هنا ممكن تقدر تحدد ان هو مثلا يختار على حسب السايز مثلا يعني مثلا من تحت كده بيكون البرامج او الالعاب الاكبر حجما وهكذا لحد ما تطلع فوق الاقل حجما او على حسب النيم الاسم بتاعها. فبرنامج جميل جدا ومجاني. طبعا احنا عارفين ان في برنامج اخوه بالظبط مدفوع لكن ده مجاني بشكل كامل تقدر تستخدمه وتحسب بيه البرامج والالعاب بتاعتك من جذورها. وبكده زي ما شفنا الطريقه سهله جدا والطريقه بسيطه اننا نحذف الالعاب والبرامج من عندنا من جذورها. يا رب كل حلقه عجبتكم وكل استفدتوا منها. يا ريت نصرف لكم شير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.